بسم الله الرحمن الرحيم، معكم أستاذة زهراء خباز. في هذا التسجيل سأبين خطوات تطبيق دالة التفقيد، تفقيد الدرجات في إكسل. كنت قد كتبت مقالة عنها في تليجرام ووضعت في هذه المقالة رابط الدالة. رابط المقالة سيكون في أسفل هذا الفيديو. والآن الشرح العملي أو الشرح المصور لتطبيق الخطوات بناء على رغبة من يعني تواصل معي وطلب مني ذلك. هنا في ملف إكسل كما تلاحظون أنا مطبقة سابقا دالة التفقيد. كيف حققت ذلك؟ لو كتبت عندي هنا بعض الدرجات، وهنا فارغ وهنا الصفر. الآن أريد تفقيد هذه الدرجات، ف سأكبر قليلا من قائمة ديفلوبر البداية، ولا وإذا كانت لا تظهر عندك فمن ملف اختار options أو خيارات. وهنا عندي customize ribbon أو تخصيص الشريط. في هذه القائمة هنا عندي خيار developer أو مطور، يجب كما تلاحظون أن يكون مؤشر بجانبه، ثم أضغط موافق فألاحظ ظهور الخيار هنا، أنقر عليه. وعندي هنا خيار ماكرو سيكيورتي أو حماية الماكرو. هنا أتأكد enabled أو enable VBE Visual Basic Macros وأضغط OK. بعد ذلك هنا في Visual Basic أضغط على إدراج أو Insert وموجود. وكطريقة أخرى يمكن إدراج موجود بهذه الطريقة، أنقر نقرة يمينية هنا وأختار إدراج ثم مجول. يفتح لي المربع، أذهب إلى هذه الصفحة التي كما قلت هي رابط، الصفحة التي فيها الدالة، أقوم بنسخها كلها. لاحظوا من البداية، بداية الدالة function n2t، هي اسمها n2t يعني اختصار لـ number to text، تكست إلى الآخر إلى هنا. أحددها وأضغط نسخ وأذهب إلى هنا هذه الصفحة وأقوم بلصقها. أغلق المستطيل وأعود لصفحة الإكسل بالنقر على هذا الرمز أو الاختصار Alt F11. الآن صارت الدالة جاهزة لكي أعمل بها، فأضغط يساوي، أفتح قوس كما قلت اسمها، عفوا أبدأ قبل القوس، اسمها N2T. الآن أفتح قوس أكتب فيه اسم الخلية التي أريد تفقيدها، وهي كما تلاحظون K4، فأضغط K4، أغلق قوس، إنتر. الآن أسحب للأسفل لتطبيق الدالة على بقية العمود، فألاحظ أنه عند الحقل الفارغ كتب لي فقط درجة، والحقل الذي فيه صفر كتب فقط درجة. أنا لا أريد ذلك، أريد كما هنا فارغ لا يوجد فيه شيء ومكان الصفر صفر. فكيف أقوم بتحسين الدالة للوصول لذلك؟ أستخدم دالة F الموجودة في إكسل، فأكتب F، أفتح قوس، K4، الخلية التي أعمل عليها هي K4 تساوي لا شيء، كانت فارغة، فبالتالي فاصلة، اكتب لي لا شيء، وإلا فاصلة F كانت K4 تساوي الصفر، فبالتالي فاصلة اكتب لي صفر، وإلا طبق لي دالة تفقيد. ولاحظوا كم قوس فتحت، 1 2 3، فأغلق 1 2 3، انتر. الآن لو سحبت للأسفل وبالتالي نجح الأمر. أريد حفظ الملف لكي أعمل، يعني قد يكون ملف كبير وتحتاج إلى العمل عليه أكثر من يوم، فبالتالي تريد أنت تطبيق الدالة على نفس الملف مستقبلا، كيف تحفظه لكي لا تعيد نفس الخطوات والدالة تكون محفوظة فيه؟ تضغط على فايل وتضغط سيف أز، تختار المكان، سأختار هذا المجلد هنا، وأختار النوع
هو هذا macro enabled template، اختار هذا النوع. لاحظ نقلني من مكان الحفظ إلى هذا document، أنا أستطيع الرجوع إلى المجلد الذي كنت أريد الحفظ به، مثلا desktop، أستطيع يعني الذهاب إلى المجلد الذي أريده، ليس بالضرورة أن أحفظ بالمكان الذي اقترحه لي. المهم اختار هذا النوع macro excel enabled template xltm واضغط حفظ. لاحظوا كيف يكون شكل الملف بهذا الشكل، يكون ليس شكل ملف اكسل الاعتيادي. اذا اردت انا الحفظ الملف يعني بالطريقة الاعتيادية XLSM، عفوا XLSX أو XLS، فببساطة File Save As وأختار مكان مثلا سطح المكتب. ولكن أنتبه أنه عندما أريد حفظه بهذه اللاحقة الاعتيادية Excel Workbook هذا XLSX، ف لا أستطيع تطبيق الدالة مستقبلا، سيبقى العمل الذي قمت به فقط. وسألاحظ مشكلة لو اضغطت زد 1 وضغطت على الديسكتوب حفظ، أضغط يس. لاحظوا أنا الآن في الملف الذي لاحقته الاعتيادية، ولاحظ مشكلة أنه لو ضغطت نقر يميني على الورقة واخترت إنشاء نسخة منها مثلا في نفس المصنف في الآخر، موافق، نلاحظ أنه لم يتغير شيء. لو نسختها طيب بشكل آخر، كنترول سي ثم ذهبت إلى هنا وكنترول في، لو عدنا العمل هنا كنترول سي وأتينا إلى هنا كنترول في، ولاحظ لم يتغير. ولكن لو نسخت إلى مجلد جديد، أو عفوا مصنف جديد، يعني قلت أنا أريد إنشاء نسخة من هذه الورقة في مصنف جديد نيو بوك، إنشاء نسخة، فألاحظ هذا الخطأ. أنا أريد حفظ إكسل أو الملف باللحقة الاعتيادية لأنني انتهيت من العمل في الدالة، وكذلك أريد عند النسخ منه أن لا يظهر لي هذا خطأ، فكيف أتجاوز هذا الأمر؟ أغلق هذا، لا أريد حفظه. هنا الورقة هذه التي عملت عليها في الأساس، أنسخ مثلا هذا الشيء الذي أريده، أنسخه وأذهب مثلا لورقة جديدة وأقوم بنقرة يمينية وأختار لصق القيم فقط. الآن عندما اخترت لصق القيم فقط، ألاحظ أنه عندما أنشئ نسخة من هذه الورقة، فملف جديد نيو بوك نسخة، موافق. لاحظوا هذه التي كانت copy paste ليست لصق فقط القيم، ظهر فيها الخطأ، ولكن التي كانت فقط عبارة عن لصق قيم حافظت على شكلها. فبالتالي هكذا أكون بينت لكم كيف أطبق دالة التفقيط، وكذلك طريقة الحفظ، سواء إذا أردت تطبيق نفس الدالة على تطبيق الدالة على نفس الملف، أو إذا انتهيت من تطبيق الدالة وأريد حفظه بلاحقة إكسل اعتيادية، وفي نفس الوقت عند النسخ من الورقة لا يتغير القيم الموجودة فيها. ودمتم بخير، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.